السلام عليكم، كيف بقيتو؟ معكم فاتين فاتين. اليوم غنقدم لكم واحد الاكله، كفته كتحشى في الفران مع اللوبيا مسلوقه لاغيكو، التحميره، الكمون، الملحه، كلور ديال البقري، الفلفله مشويه، مرطيشه، صلصه الطماطم ديال اللي تنديرو في البيتزا، زيت الزيتون، صوص صوجا. وانتم معايا اخوتي المشاهدين الكرام، بغيتكم تكونوا على خير وبخير، نتمنى نكون خفيفة على القلوب ديالكم، ولا خدتكم عليا على ديك التعليقات اللي كتفرحوني بها، والله يكثر خيركم وشكرا جميعا، تشكركم من جميع القلب ديالي. واخا ما تردش عليكم هذا، راني تنرد عليكم بالقلوبه وهذا، وشكرا تشكركم بزاف. وانتم معايا اخوتي المشاهدين الكرام، تبعوا معايا مرحلة بمرحلة. وانتم معايا اخوتي المشاهدين الكرام، هانتوما خوتي المشاهدين الكرام، غنبداو في الأول، غنبداو في الأول بسميتو الكفتة، راه فيها التوابل، غير غنزيدو لها الكمون، شوية ديال التحميرة، غير راس ديال هذا، نزيدوها شوية ديال الملحة، راه فيها الملحة، جايبها أنا معطرة من عند الجزار، وغنديرو نص دامة ديال الكنور البقري. حيت راه الكفتاني ديال الكري، تنزيدو شي شوية ديال زيت الزيتون، تنخلطوها على هاد الشكل، هانتوما هاد الشكل، تجي رائعة، الطبق تيجي في الفران غزال. وهانتوما معايا خوتي المشاهدين الكرام، تنديروها على هاد الشكل طول، هاهو نبداو نسطحو في اللاطا ديالنا، تتقبضو هاد الكفتة هادي تديروها في اللاطا ديال الفران بهاد الطريقة اخوتي المشاهدين الكرام. فيها التوابل، فيها كل شيء، سنكمله هذا الشد هذا، المشاهدين. وهذه الفلفلة هذه راه ما غنديروهاش مع الكفتة في الفران، هذيك غنديروها شلاضة، نرافقو معها الطبق شلاضة ديال الفلفلة ومطيشة باردة بالكمون وزيت الزيتون والمليحة كما كان. وغنجيو لهاد لاطا ديال الفران ونحطوها على جنب، ونجيبو بصل ديال اللوبيا الخضراء، نديرو فيها واحد شويه ديال الثومه حيت انا الثومه تقادت لي، تنديرو شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، الملح حسب الذوق، ديك النص ديال الكنور البقري، الثومه، زيت الزيتون، صوص الصوجا، الثومه تجي على هذا الشكل رائعه، الثومه تبعو معايا خطوة بخطوة، يجي هاد الطبق رائع. تقبطو معلقة مطيشة، صلصة مطيشة، معلقة هكا عامرة، تتخلطو على هاد الشكل، هاد الشكل، تجي غزالة، مشغلة غزالة، تجي واحد الطريقة. نجيو على هاد لاطا د الفران، نجيو لهاد لاغيكو، تنديرو في الجنب ديال لاطا، طعم شطل، شوما، تيجي شكل رائع، هانتوما
كنجيو صوص صوجا عفوا المطيشه مطيشه تنديرو صوص صوجا هنا على مطيشه شويه ديال الزيت وتفتقى فيها وشويه ديال الملح على هذا لاصوص هكذا ديجا راه فيها الملح ولكن كنزيدو ما فيهاش كثيره دايره انا القياس قليل كنجيو لهاد الكفته ونبداو نديرو عليها هاد الصوص هكا بهذه الطريقه هكذا تجي رائعه تنجيبو تمن شي شويه ديال الماء هنا نخلطو نكبو على هاد الكفته هادي ونديروها في الفران هانتوما بغيتي المشاهدين الكرام شويه ديال الماء هانتوما تنديرو على هاد الكفته لاصوص تزيدو ميها تجي رائعه صافي وهانتوما معايا حتى الشكل النهائي ان شاء الله وهانتوما معايا اخوتي المشاهدين هانتوما اخوتي المشاهدين الكرام دابا هاد اللطه هادي غتدخل الفران بهذا الشكل وتبعوا معايا حتى نهايه الطبق ان شاء الله نتمنى يكون خفيف على القلوب ديالكم وهاد الطبق يكون عجبكم وغنرافق معاه شلاضه ديال الفلفله مشويه ومطيشه وزيت الزيتون وهانتوما معايا حتى نخلط معكم لاصالات وهانا معكم وانتوما معايا هاري اخوتي المشاهدين الكرام هانتوما معايا وهاي اخوتي المشاهدين الكرام طابت على هاد الشكل تتجي بهاد لاصوص ثقيله وتتجي زوينه وبنينه نتمنى تجربوها وتتجي خفيفه وهانتوما معايا حتى النهايه ديال التقديم وهانتوما معايا مع الشلاضه ديال الفلفله ومطيشه هانتوما معايا مشاهدي الكرام نجيو